حضرات النظارة والنظرات في هذا الموعد المتجدد باش ما نقولش الجديد مع اللوجيك السياسي. ننطلق إذا مباشرة ودون أي تأخير مع خبر سريع ربما يتعلق بقضية اغتيال المرحوم شكري بالعيد، وبعد أن تم خروج خبر يقول بأن السيارة اللي هربوا فيها القتلة هي على ملك السيد البحري الجلاسي، وبعد أن تم استدعاء هذا الأخير أمام قاضي التحقيق ثبت أنه الرقم المنجم نتاع السيارة ما يتطابقش مع الموديل اللي يملكه السيد البحري الجلاسي واللي باش نشاهدوه حالا على الشاشة. إذا نمر حضرات النظارة ونظرات الأخبار الوطنية ونستغل وجود الشيخ راشد الغنوشي بحذانا لاطمئنان على صحة الشيخ عبد الفتاح مورو اللي سمعنا به زلق وطاح خلال رحلته الأخيرة إلى الدنمارك مما تسبب له في بعض الإصابات الخطيرة باش ما نقولوش الجلدية. في الحقيقة يا توفيق وفيما يخص إصابة الشيخ مورو يعني أردت أن أقول له يا أخي ماني قتلك نقص وما عادش تتظلبط باش ما عادش تزلق يعني شنو هذه مرة مع النهضة مرة ضد النهضة يعني وليت تلعب على الحبلين وتتظلبط كي الحوتة ولو أنه الحوتة مثلا نتاع بن جعفر نجيب نشدوها أما أنت يعني ما عرفناش نشدوك بصراحة بايك توا كي زلقت وجيت مفروش يا كي الحوتة والله يهديك يا عبد الفتاح هذا كنت نقول لك. شكرا لك اذا شيخ راشد الغنوشي والف سلامه للشيخ عبد الفتاح مورو. انت الشيخ وهو الشيخ وان شاء الله زوز لباس والشعب كذلك الشيخ معاكم ما فيها باس. اذا نمروا الخبر الموالي حضرات النظاره ونظرات واللي يتعلق بحدث الساعه تقريبا الا وهو صدور مشروع مسوده الدستور وذلك بعد طول انتظار. هذا المشروع ربما ورغم تعدد الانتقادات يبدو انه نال رضا السيد الرئيس المفدى المنصف المرزوقي اللي باش يحدثنا في الموضوع هذا. سي المنصف اذا اهلا وسهلا بك لو كان تحدثنا على مشروع الدستور الجديد. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بكل محبه وبكل معزه وبكل اخلاص، كيف حالك يا توفيق؟ اول حاجه اسمح لي باش نقولها لك بكل اخلاص اني فرحان جدا اليوم بعد ما سمعت انه اهالي سيدي بوزيد اعلنوا العصيان المدني، هذه فكرتي انا وكنت ديما ندعو للعصيان المدني في عهد بن علي، يبدو انه اخيرا الشعب التونسي بدا يسمع الكلام، حتى كان بشويه تاخير لكن ما يسالش، ميو فوتار كو جامي. بالنسبه للدستور الجديد نحب ناكد انه كان دستور توافقي، اي نعم توافقي، وبالاماره توافقوا عليه تقريبا كل نواب حركه النهضه، وانا شخصيا بكل محبه عجبني برشا الدستور، ما فيش صلاحيات وشهرتي تقعد هي غير نربح انتخابات الجايه واموري في العنبر، فما حاجه برك الحق ما عجبتنيش ياسر، الا وهي النشيد الرسمي، زعما كنت حبهم يبدلوا فيه شويه ويولي كيما هكا، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان استجيب القطر، اي نعم القطر، واللي مش عاجبه ياكل الحجر، ولا كيما قالت سيهان بادي يشرب بال بحر، بون تادبين، وينو ماك حسن وحسين. شكرا لك سيد الرئيس المفدى سي المنصف، نخليوك مع فرحة الدستور وننتقلوا مباشرة إلى السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق للحديث حول موضوع الوزراء اللي كانوا يتقاضاو في شهرية إضافية من عند المجلس التأسيسي بخلاف شهريتهم كوزراء. سي حمادي إذا لو بونسوار لو توا سي لو موا ومرحبا بك، وفعلا خليت علينا لو بلاصة الكبيرة بعد خروجك من الحكومة. ها جواتي الحمادي ادي لو بونجور بور توا. برشا ناس قالوا انه حمادي جبالي يعني في حزب جديد، انا نحب نقول لهم سي فري هذا مش صحيح، يعني الحمادي جبالي الان مسكوزي في الدار ويتبع في الكوب دو لوروب، لانه بيناتنا حاجه تعمل كيف رياضه شعبيه وديموغرافيه وبريتوريه وكل هذا بعيد عن المحرزيه بنتميه. أما بالنسبة لحكاية الوزراء اللي كانوا يخلصوا في دو مونطون في زوز شهاري، فإن يقول لشعبنا الكريم ما تخليهمش يغلطوكم، لأن الحكومة الأولى حكومة حمادي جبالي لعبت مرحلة ذهاب، يعني اللعب فيها على ميدان المنافس، ولذلك كما في تشامبيونز ليغ كي تماركي بونت لبرا يتحسب لك زوز، كيف كيف للشهرية، تاخذ شهرية واحدة ولكن في البنكة تلقاهم قيدوا لك زوز. توا باذن الله حكومه علي العريض باش تلعب لو روتور سي بور سا باش ياخذوا شهريه واحده وفي الكفايه. فعلا سي حمادي الجبالي افحمتني بالاجابه نتاعك، وبالمناسبه هذه يبدو انه في اسبانيا كذلك تاثروا كثيرا بالتجربه التونسيه وجابوا وزير تجاره كما سي عبد الوهاب ماتر رخص لهم في اسوام العظم حتى لين برشلونه والريال ضربوا حاره حاره في مقابلاتهم ضد الفرق الالمانيه. إذا نقعد في عالم الرياضة حضرات النظارة ونظرات، ومع لجنة الاستئناف اللي قررت ترشح النادي الإفريقي على حساب النادي البنزرتي للجولة النهائية من البطولة، ومعانا إذا السيد علي الحفصي رئيس الجامعة الأسبق باش يحكينا على رأيه في الاتهامات الخطيرة والخطيرة بالرشوة وشراء المقابلات بين الفريقين.
وسي وتقول توفيق. يا سيدي اسمعني ازاي، انا نقول لك لعات لا تجبد ليا لا على كوره ولا على منتخب. شومك الحكايه وصل الأسوة والتليفونات ودنيا مقلوبه، ومن بعد كاي الوحيد اللي يقول لك باش نفتحوا تحقيق هو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال. لا يا سيدي، لا شبههم يكوروا في البلاي ستيشن هما ولا وسي قالوا تكنولوجيا، لا شبه وزاره الرياضه راكد على وزنها زي بول الجمل. نارك يا سوفي. عفوا سعلي الحفصي على التدخل، ولكن لربما ما يمكنش اللوم على الوزاره طالما انها غير قادره على التدخل في عمل الجامعه ويلزمها تحترم استقلاليتها. بالله بالله يا سيدي، وتقول ما نلوموش لهو كي تجي تشوف عندك الحق يا سيدي، كيفاش تنلوم طارق ثياب كي ما يتدخلش في الجامعه؟ لهو عنده البكالوريا ساعه باش يدخل في الجامعه، ودي حد نص نهار قرايه، حتى اللي سي تخلى مره برك تحط له الكوره. شومك طارق ثياب في الجامعه، اش بيك زبعت توفيق؟ نهارك. هكا اذا اخويا معز نكون انهيت الفقره الاولى من لوجيك السياسي، ارجع لك المصدح ونستناك بعد قليل باش ترجع لي في الفقره الثانيه بعد قليل. الى اللقاء. شكرا عليك.